نورهان صباح الخير عليكي، ونصبح ليكي انا وكريم، واكيد سامعينك احنا وكل اللي بيتابعونا دلوقتي. اتفضل. يا صباح الخير يا لهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم، هنطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي. صباح النهاردة مختلف، صباح بطعم الانتصار الأفريقي، نهائي أهلاوي خالص زي ما قلت يا كريم ويا نهواند، وزي ما طبعا من امبارح للنهاردة بنحتفل بأبطالنا في تنس الطاولة. كمان خلينا أقول لكم أنه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة هنا جودة صاحبة المركز الثاني بعد طبعا يعني خسارتها أمام مريم الهضيبي، بعد ما الاثنين حققوا لنا نهائي أهلاوي خالص وانتهت النتيجة 4-3 لصالح مريم. طبعا شرفونا وشرفوا كل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاء الجمعية العمومية، وده طبعا بعد ما هنأهم كابتن محمود الخطيب بالفوز وشكرهم على أنهم جعلوا اسم الأهلي في النهائي الاثنين، يعني مش وجود واحد فقط في النهائي. كمان خلينا بقى نروح لاخبار الفريق الاول. النهارده الساعه 7 النادي الاهلي او الفريق الاول لكره القدم هيستأنف او هيبدا تدريباته لاستعدادا للموسم الجديد بعد الراحه الطويله اللي يمكن اخذها اللاعبين عدا اللاعبين الدوليين، وده طبعا بعد عوده كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فجر امس من جنوب افريقيا بعد ما ادى اجازته هناك. كمان خلونا نفكركم بالمهرجان التعريفي للجنة الطفل، واللي هيكون تحت إشراف الإدارة التنفيذية، هيكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. مهرجان تعريفي كبير بالأسرة داخل فرع الشيخ زايد. وكمان النهارده وبمشاركه لاعبي النادي الاهلي منتخب مصر للكره الطائره بيبدا مشواره الافريقي. يمكن طبعا منتخب مصر في المجموعه الرابعه بجوار المغرب وكينيا وتنزانيا، والنهارده ان شاء الله هيواجه كينيا الساعه 8. كمان النهارده النادي الاهلي هيواجه طلائع الجيش في بطوله منطقه القاهره لكره السله رجال، هيكون ان شاء الله المباراه هنا في مقر النادي بالجزيره. كمان خلينا نفكركم ان النادي الاهلي نجح في الفوز على فريق مصر البترول في المباراه اللي فاتت بنتيجه 67-45. يمكن يعني دي كانت ابرز اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. بنشكرك جدا جدا على هذه التغطيه زميلتنا العزيزه نورهان، شكرا.